إخواني أخواتي متتبعي صفحة راعي الغنم بالأطلس المتوسط، تحياتي لكم وتحياتي للجميع. المهم إخوان، جيتكم بعض الفلوغ هذا فيه بعض الصور وبعض الفيديوهات اللي صيفطوهم ليا بعض الأصدقاء. صراحة الإخوان يعني كان واحد المعرض مدينة تيمحضيت، كان البارح واليوم يعني نهار السبت والحد 3/9/2022 و4/9/2022. يعني الحمد لله كان مترأسو سيد العامل كان حاضر، ووزير الفلاحة هو تبارك الله كان حاضر، والأعضاء ديال الجمعية ديال لانوك هما الصغير والكبير كان حاضر فيهم. تحياتي لهم، تحياتي للجميع. اللهم بارك الإخوان، تبارك الله كما تشوفوا السلالة الأصيلة الحمد لله. يعني تبارك الله كانوا تعزلوا الناس اللي الفلاحة كسبة اللي كانوا تكلاصاو في الانتقاء اللي كان داز في شهر 3، والحمد لله كانوا حاضرين الكسابة كلها وجاب الغنم ديالو والحمد لله. هذه تبارك الله ديال الخنيفرة، اللهم بارك. هذو هما الفلان الإخوان تبارك الله الحمد لله، السلالة الأصيلة تبارك الله. راه يعني كاين تحسن الحمد لله، الله يسخر. اللهم بارك، اللهم بارك. يعني الإخوان حنا لقطنا شوية ديال التصاور، شوية ديال الفيديو إن شاء الله، باش نشاركو معكم تانتوما تصاوروا هاد لي فيديو. اللهم يسر، تحياتي للجميع، ونتمنى الإخوان يعجبكم فلوك. اللهم يسر. سلالة تبارك الله الأصيلة، سلالة تيم حضيت تبارك الله، اللهم بارك. الخرافات تبارك الله، هادو كاملين غير 30 دابا، اللهم بارك. هادو غادي يدوزو إن شاء الله في 2023، اللهم يسر تبارك الله، الله يسخر تبارك الله. هادو غير خرافات تبارك الله، هادو مازال دابا غيترشمو هاد العام ان شاء الله 2023، وعاد غادي يدوزو.